شكل رحيل الروائي والناقد والكاتب المسرحي اللبناني إلياس خوري صدمة كبيرة لمحبي في الشارع الثقافي اللبناني والعربي، والذين طبعا تأثروا بأعماله وكتاباته التي أثرت الثقافة العربية. الحقيقة روايات إلياس خوري جعلت منه واحد من أبرز الروائيين العرب الذين كتبوا المقالات الأدبية والصحفية التي تدور في أغلبها حول المأساة الفلسطينية، ومن أبرزها باب الشمس التي تحولت إلى فيلم سينمائي فيما بعد أخرجه المخرج يسري نصر الله، وشارك بأهم المحافل السينمائية الدولية مثل مهرجان كان ليسلط الضوء على أزمة اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات ومعنوه في النكبة.